بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم محمد مسفر الغربة أبو مهنة من الكويت. حبيت أعطيكم فكرة عن خبراتي العقارية في تركيا. أنا بصراحة من عشاق تركيا، كثر ما سمعناها من طيب أهلها والمناطق السياحية. بصراحة يعني جينا أكثر من مرة وحشقناها، خصوصا بورصة، فكنا نتمنى أن يكون لنا يعني مكان شيء استثماري، عقار نقعد فيه أنا وأهلي وعيالي. كنت متردد صراحة، ما بسبب طبعا اللغة، فكان متردد إن مع منو أبدأ يعني. ولكن الله سبحانه وتعالى وفقني وتعرفنا على الشباب من شركة VIP YAPI، وكانوا صراحة خير سند لي يعني، وساعدوني في أول شيء وجود الشراء عقار مناسب جدا كونه سعر وخدماته طيبة. وبهذا العقار يعني قدرنا أن نيجي أنا وعيالي ونتمتع صراحة في الأجواء التركية، سواء بالصيف أو بالشتاء. غير ذلك كثرت سفراتنا لتركيا، وعرفنا أن بسبب أن شرائي للعقار أن أقدر أقدم على الإقامة التركية. وصراحة هم بعد تقديم الإقامة التركية كانت مشكلة بالنسبة لي لأن كون اللغة، ولكن الشباب في شركة VIP YAPI عندهم فريق متكامل أن يقوم بالترجمة واصطحابك والحضور معك لتقديم الأوراق الإقامة. وبالفعل فضل من الله سبحانه وتعالى، ثم شكر لهم، قدمنا خذينا الموعد وتقابلنا مع الجهات المختصة واستلمنا الإقامة. ومو بس أخذت الإقامة حقي أنا، أخذت الإقامة حقي حق مع أم مهنة بعد معاي، والحمد لله نتمتع في كل مزايا الإقامة التركية سواء أي خدمات تقدمها لكم. بصراحة أنا شخصيا أنصح أي أحد إذا عنده مشروع عقاري، مشروع سياحي، عنده فكرة إن وده يجي هو وياهله لبورصة لتركيا كالعموم، صراحة يعني يجرب تجربتي أنا مع شركة VIP YAPI. شباب أتراك يتكلمون اللغة العربية بجدارة، عندهم خدمات عقارية، عندهم خدمات سياحية، تأجير سيارات، حتى خدمات شخصية، إذا استقبال المطار، تقديم الترجمة وشابه ذلك. بصراحة بكل أمانة يعني أقول لك إياهم، يعني أنا أفتخر وأعتز بصداقتهم قبل التعامل معهم. وهذا الكلام يعني ما شرعت من مهنة بتعامل. نعم الحمد لله. الحمد لله. حضرونا في بورصة أكثر من متوقع. نعم نعم. المهم جزاكم الله خير وفرصة سعيدة للجميع إن شاء الله. عسى الله يوفقكم جميعا. أخوكم في الله أبو مهنة.